صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء صافية 36 درجة مئوية، الملموسة 33، أما الرطوبة 34%، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة بشكل عام، سكاكا 37 إلى 25 نفس الحرارة في عرعر، أما تبوك 37 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 28، مدينة جدة 36 إلى 29، مكة المكرمة 39 إلى 29، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار متوقعة خاصة خلال فترة الظهيرة والعصر مع 28 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة بشكل عام، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، الباحة زخات رعدية من الأمطار 24 إلى 17، أبها 26 إلى 16، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 35 إلى 25، حفر الباطن 38 إلى 23، والإحساء 38 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 36 إلى 24، أما بريدة 35 إلى 23، وحائل، طقس صافي 32 إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.